مش معاكم النهارده حوار من القلب من نادي نقابة المهن التمثيلية، وتكريم مهم جدا للفن المصري، تكريم لفنان كبير محسن ممتاز عباس سيد، أدوار رؤوف، أدوار كتير قدمها للفن المصري. النهاردة هنعيش كواليس وهنعيش حوار شيق جدا مع الفنان الكبير يوسف شعبان، وهو بيكرم من رئيس فلسطين الرئيس محمود عباس، وتكريم مهم جدا للفن المصري وليوسف شعبان. النهاردة لقاء مهم جدا مع أحلى النجوم وأهم النجوم، وفنان ليه مكانة كبيرة جدا في قلوبنا وفي قلوب الوطن العربي، قدم العديد من الأدوار المهمة، الأدوار اللي ليها بصمة في تاريخ السينما والأدوار اللي ليها بصمة في الدراما العربية. النهاردة بكون معاه وبقول له ألف مبروك، وسعيدة أن أنا بحضر تكريم كبير من دولة رئيس فلسطين لفنان عظيم بنقدره وبنحترمه الفنان يوسف شعبان. الله يبارك فيكي طبعا، الحمد لله انه التكريم جه من قائد وزعيم عربي لشعب بيضحي بحياته في سبيل حقه. الحمد لله ان التكريم جه من ناحيته الواحد كل ما وانت بتعددي الادوار كده فاتت زي ما يكون لحظات، الواحد حس ان هو رغم مشواره الطويل ده حس انه لسه في البداية، وان قدامه اعمال بيحلم بتقديمها. بس ارجو انه المجال في مصر دلوقتي يكون متاح. يعني طبعا الفنان الحقيقي اللي زيك يا استاذ يوسف اللي قدم الادوار الكبيره ديت والعظمه في البصمات، ويمكن انت الجائزه دي مش من اهم جوائز حياتك، انت اختاروك واحد من اهم 100 واحد مؤثر في الوطن العربي، ودي كانت من الجوائز المهمة جدا أيضا. مزبوط. يعني أعتقد دي كان ليها أثر نفسي كمان كبير عليك. الحمد لله، كل دي بتؤكد أنه الواحد ماشي في الطريق السليم. الحمد لله. النهاردة المشوار الطويل ده تفتكر أعظم أو أهم أو الأدوار اللي أثرت فيك أنت شخصيا قبل ما تأثر في الجمهور؟ والحقيقة كل دور عملته أخذ من عمري ومن صحتي ومن تفكيري ومن كياني كله. فأغلب الأدوار اللي عملتها الحقيقة أنا راضي عنها الحمد لله، يعني ما ضعفتش أبدا قدام المادة، ما خنتش شغلتي، الأصول بتاعت شغلتي أنا ما خنتهاش الحمد لله، وده التقدير ده جه مكافأة لي على إن أنا فعلا ماشي في الطريق السليم الحمد لله. عباس ورؤوف ومحسن وسيد أدوار إحنا ما بنقدرش ننساها، هل الأدوار ديت من الأدوار الهامة ولا في أدوار أخرى أنت ما بتقدرش تنساها من صعوبتها ومن أنك شايف أن الأدوار ديت أنت بذلت فيها مجهود ويمكن ما وصلتش للناس ولكن كانت من أهم أدوارك؟ طبعا لو قلنا محسن ممتاز كل الناس عارفين رأفت الهجان وعظمة الدور الوطني الكبير اللي محدش يقدر ينساه، سيد ده في عيلة الدغري، رؤوف حمام الملطيلي، عباس كان في المعجزة. يعني دي أدوار بصمت وسابت أثر. في دور شايف انه ما خدش حقه النهارده وانت بتتكرم نديله حقه، ولا دي برضو من الادوار اللي انت بتعتز بيها وشايفها من اهم ادوار؟ والحقيقه انا بشوف في تحيه الناس ليا لما بتقابل مع ناس ما اعرفهاش بشوف تقدير كبير جدا، وده معناها انه
الواحد ما تعبش على الفاضي. الواحد إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. الحمد لله أنا أخلصت تماما لشغلتي، والنتيجة زي ما حضرتك شايفة، تقدير الناس واحترامهم ليا والتكريمات اللي جاية من ناس مهمة جدا طبعاً في العالم طبعاً العربي. الحمد لله ده بيؤكد ان الواحد ماشي في الطريق السليم. في جايزة اتحرمت منها، وبرغم ان الدور ده كان من الادوار المهمة اللي انت عملتها في حمام المراتيلي، والدور ده كنت عامل دور شاذ، وقالوا ان الجايزة تحجب وما ينفعش ان انت تاخد الجايزة في الوقت ده اللي احنا فيه. ممثل مصري الناس كلها فرحت بيه انه اخد الاوسكار في أمريكا على نفس الدور اللي انت عملته بالزبط. شايف المعادلة دي ازاي؟ والله ده بيؤكد برضو ان احنا ممكن تكون تقاليدنا وعاداتنا ليها دخل، ممكن يكون تخلفنا له دخل. وانا كنت مقدم بالدور ده في الجائزة لان انا عملت تحدي، انه لانه اصدقائي نصحوني بان انا ما اعملش الدور ده، انما انا قلت ان احنا ما بنقلش ابدا عن الممثلين الاجانب. يعني ريتشارد بيرتون عمل شخصيه مشابهه، دويك بيجارد عمل شخصيه مشابهه، روب شتايجر، كل دول عملوا الشخصيات دي واخذوا بيها جوائز. فكان نوع من التحدي ان الممثل المصري يعمل الشخصية دي. وطبعا أنا تعبت جدا فيها. يعني دي ده من الشخصيات اللي تعبتني جدا جدا طوال فترة التصوير. قدمت بيه في مسابقة كان مهرجان السينما، والحقيقة كان رئيس المؤسسة قال لي بصراحة، قال لي أنت خدت أكبر درجات في ممثلين اللي تقدموا للجائزة، يعني معناها ان احنا كان لازم نديلك الجائزة، بس احنا ما قدرناش نديلك الجائزة لان انت عملت شخصية واحد شاذ جنسيا يعني. فده الحقيقة وقتها حسيت كده انه في فرق كبير جدا بيننا ثقافيا وعلميا وبين أمريكا وأوروبا. ولما قعدت على التلفزيون ولقيت ممثل مصري كل مصر بتحتفل بيه إنه بياخد الأوسكار على نفس الشخصية اللي انت قدمتها، هل حسيت هنا إن ده تعويض للجائزة؟ فرحت جدا جدا، وزي ما كنا أنا اللي خدتها والله. يعني فرحت بالممثل ده زي ما كنت أنا، يعني هو عوضني عن اللي حصل لي في الحكايه دي. ما ندمتش ولا لحظه انك عملت الشخصيه دي؟ لا ابدا، انا تعبت يعني تعبتني الشخصيه، انما ما ندمتش لان انا كنت عاملها زي ما بقول لحضرتك نوع من انواع التحدي. هل احنا اقل من الناس دي ولا زيهم ولا ايه الحكايه؟ هل احنا بنشتغل الشغلانه دي على حق وباصولها وبشكل علمي، ولا احنا مجرد هليبة بنهلب وعاملين ممثلين وعاملين فنانين ولا ايه؟ اذا كنت جاي علشان تحاكميني فتفضل. السينما الامريكية، وكنت متأثر بالمراندو، وكنت متأثر بنجوم هوليوود، ليه ما اخدتش خطوات ان انت تتجه للسينما العالمية، وخصوصا ان كان في عمر الشريف في الوقت ده فتح سكة للعالمية؟ صحيح صحيح، وانا مرتبط ببلدي جدا، مرتبط بأهلي وناسي ومرتبط بمصر. طبعا لما هجازف وروح امريكا تحتمل النجاح او الفشل. وانا كانت خطواتي سليمة الحمد لله، وما كنتش بدور على شغل، يعني شغل كان بيجي لحد عندي وكده. فيمكن ده من الأسباب اللي خلتني أفضل إن أنا أبقى في مصر أحسن من أكون في أمريكا. ودلوقتي